تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن. وأوضحت البعثة الطبية أنه تم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية إلى 9180 حاجا. في إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على الحجاج بالمستشفيات السعودية، كان اللقاء بين الفريق الطبي للبعثة المصرية ومسؤولي مستشفى النور بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة للحجاج المصريين والقيام بجولة ميدانية داخل أقسام المستشفى التي يتواجد بها الحجاج المصريين للإطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية. واحنا طبعا بنوجه الشكر للسلطات السعوديه والقائمين على المنظومه للتعاون المثمر والجهد المشترك، وده واضح جدا وملموس لجميع الحالات اللي موجوده بالمستشفيات. عندنا حوالي 12 حاله في التسع المستشفيات بيتم متابعتهم بصفه دوريه وبصفه مستمره، وجميع الحالات الحمد لله في مطمئنه وفي حاله استقرار، وبنتابعهم لحين الخروج باذن الله و تأدية المناسك إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة الحالات كلها حالات مستقرة وبتقدم لها الخدمة الطبية على أكمل وجه، والحمد لله في تحسن، وبإذن الله يقوموا بالسلامة ويحضروا وقفة عرفات إن شاء الله. كافة الخدمات العلاجية المجودة تقدم على مدار الساعة بالمستشفيات السعودية لضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين. عندنا 4 حالات معجوزة في المستشفى غير حالات ترد على الطوارئ، في 3 حالات رجال وحالة سيدة. الحالة الرجال دي حالة حروق في القدم، والسيدة حالة كانت داخلة اضطراب في الوعي، الحمد لله حالتها مستقرة. وفي حالتين تاني رجال الحمد لله الأمور بتبقى مستقرة وتحت المتابعة الطبية سواء من الجانب السعودي أو الجانب الطبي من البعثة الطبية المصرية. تقابل كل حالات وبالذات في طوارئ الحج، يعني حالات زي كده الحروق، كافة أنواع الحروق سواء حروق لهبية أو حروق نارية أو أي أنواع من الحروق، وحالات الحوادث برضو اللي محتاجة ترميم، فيها فقد جلد، فيها أي مشاكل، ودي بتتحول لنا من الأقسام التانية أقسام العظام والجراحة العامة. انطباعات إيجابية انتابت الحجاج المصريين المرضى بالمستشفيات السعودية لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية. والله مبسوط، والله مبسوط. لأني ما قصرتوش، كان أديتوا عملكم على أكمل وجه وفوق زيادة. معاك دكتور هشام زكي نائب رئيس البعثة الطبية، وبنطمنك على الست الوالدة حسنية وهي في عينينا وفي عينين كل الناس يعني، وهي معاك على التليفون هي عشان تطمن عليها يعني. ايوه يا شريف، الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله يا حبيبي. طمنت على الوالده وهي في عينينا ان شاء الله باذن الله، وباذن الله هتقضي المناسك ان شاء الله وترجع معانا باذن الله بالسلامه ان شاء الله. خدمات العلاجيه ممتازه وكل حاجه والله، وعلى اعلى مستوى بصراحه والله، يعني ناس والله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب، ما حرمش منكم يا رب، ما تحرمنا منكم. انا سعيد جدا بشوفكم وشفتكم كلكم. خدمات علاجيه ذات جوده عاليه تقدم للحجاج المصريين من قبل السلطات السعوديه بالتنسيق مع البعثه الطبيه المصريه، فالكل يعمل في منظومه واحده تحت شعار خدمه الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.